طيب كنت قلت لحضراتكم بس في دقيقة الخبر ده المتعلق بالأخضر، إنه النهاردة في هبوط حاد، بس ده الهبوط الحاد اللي يفرح، حاجة الوحيدة في هبوط حاد في ضغط الدم يؤدي لوفاة، هبوط حاد في البورصة تؤدي برضو لخسائر، أما الهبوط الحاد الوحيد اللي يؤدي إلى فرحتنا كمصريين هو الهبوط الحاد اللي بيصيب الدولار. النهاردة كان في هبوط حاد في الدولار مقابل الجنيه المصري، الدولار تقريبا نزل 16 قرش، 16 قرش في مقابل الجنيه المصري، نزل خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا يعني حوالي 16 قرش، وبيتراوح ما بين يسجل 17 جنيه 12 قرش للشراء، 17 جنيه 22 قرش للبيع. واخدين بالكم حضراتكم نزل قد ايه؟ الدولار النهارده ب 17 جنيه 12 قرش شراء، 17 جنيه 22 قرش بيع. الدولار كان من 3 4 اشهر في يناير، في اول يناير كان خابط تقريبا في ال 18 جنيه، كان 17 90 17 88 17 92، وكان في ديسمبر او نوفمبر كان برضو تقريبا متهيألي في حدود ال 18. فانت بتتكلم دلوقتي بعد اقل من 4 اشهر، بعد اقل من 4 اشهر الدولار يعني يا دوبك معدي ال 17، 17 جنيه 12 قرش، وده رقم في رأيي ممتاز. ولو انا مش خبير اقتصادي ومش خبير مصرفي ومش خبير عملات واقعد اقول لكم السهم الازرق والسهم الاخضر والقيمه السوقيه وسله العملات والكلام الكبير اللي بيقولوه الساده المتخصصين، بس انا متهيألي انه سببين وراء هذا النزول. السبب الاولاني هو الحمد لله استقرار السياسي والاقتصادي خلال الفتره الماضيه وتحسن الاحوال الاقتصاديه وثمار الاصلاح الاقتصادي اللي ابتدى يبان، مع تقليل الاستيراد، مع زيادة التصدير، مع توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية، مع ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، كل ده ساهم في انه الجنيه يشم نفسه كده قدام الدولار شوية. واتنين، والله ما تضحكوش عليا ولا تقول يا تامر انت بتقول اي كلام في البتنجان، اللي حصل خلال الثلاث ايام اللي فاتوا دول له علاقة. هذا الاستفتاء وهذا الاقبال الشعبي وهذه الصورة الرائعة من المصريين على التوافد على الصناديق وعلى البقار بيدي صورة قدام الاقتصاد وقدام المستثمرين وقدام المضاربين في العملة والكلام ده كله انه البلد مستقرة، البلد مستقرة ورايحة لقدام، وان الشعب على قلب رجل واحد في ظهر الحكومة وفي ظهر الدولة وفي ظهر المؤسسات، فبالتالي كل هذا يصب في مصلحة استقرار، واي استقرار يقوي العملة، اي عدم استقرار يضعف العملة، هي معادلة عكسية معروفة. فانا اعتقد انه احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، وانا بقول لكم رغم كل اللي بيفتوا، في معظم الناس يقعد كده يحط البايب ولا يحط السيجار في بقه ويقول لك ده الدولار شوية كده وهيكسر بعد كده ال 22 جنيه والدولار، تقول له بأمارة ايه؟ يقول لك هو كده ما تفهمش حاجة. والحقيقة كلام كنافة بالطرشي. انا بقول لحضراتكم انه لو صارت الامور باذن ربنا بهذا الشكل من الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما هي الا ايام او اسابيع او شهور قليله والدولار كمان هيكسر حاجز ال 17 وينزل لل 16ات ويمكن اقل. طول ما في كلمه استقرار طول ما انت تطمن. عشان كده اللي عايز يكسر مصر ويوقف مصر ويركع مصر ويخسر مصر يلعب في الاستقرار، يلعب في الاستقرار السياسي والاقتصادي عن طريق الامن علشان الدنيا تقع. طول ما احنا سبب من اسباب استقرار البلد دي اطمنوا على البلد دي. الاستاذ محمد الاتربي رئيس مجلس اداره بنك مصر معي على الهاتف. مساء الخير يا محمد بيه. مساء الخير يا تامر باشا، بس حاجه ازاي معاليك استاذ محمد الو ايوه انا سامعني انا في المطار في جاي ولا رايح؟ لا رايح. توصل بالسلامة ان شاء الله وترجع لنا بألف سلامة. طيب مش هاطيل على حضرتك، بس الكلام اللي انا قلته المتعلق بانه الارتفاع في سعر الجنيه المصري امام الدولار او انخفاض الدولار في امام الجنيه المصري هو نتيجة مباشرة للاستقرار في المستويين السياسي والاقتصادي، ده كلام مظبوط من الناحية المصرفية والمالية؟ اكيد. هو طبعا اول هذا العام شهد جميع المؤسسات
العالمية أشادت باللي بيحدث في الاقتصاد المصري. أيوة. وصندوق النقد الدولي أشاد بالتطورات اللي حدثت. فيتش حسنت التصنيف بتاع مصر خليته بي بلس. موديز برضو حسنت التصنيف بقى بي تو. الأجانب بعد ما كانوا خرجوا سنة 2018 ب 14 مليار دولار اللي هو بيسموه الهوت ماني، خرجوا عشان الأسواق الناشئة، كان زي تركيا والأرجنتين كان حصل فيها مشاكل، فخرجوا من جميع الأسواق الناشئة وطلع من مصر 14 مليار دولار. مزبوط. رجعوا دخلوا تاني بقوة في يناير 2019 وفبراير، يعني بنك مصر لوحده جاله في الشهرين دول 2.7 مليار دولار. الدولار ما بقاش فيه تدخل من البنك المركزي، الدولار بقى يتحكم فيه اليات العرض والطلب، سعر السوق. وبما ان المعروض اللي بيجي دلوقتي اكتر من المطلوب، فبالطبيعي ان الدولار ينخفض. ودي حاجه صحيه جدا ان الدولار بينخفض طبعا. ولو حدث طلع تاني سنه ويرجع ينخفض، انما طول ما في استقرار في مصر. هي. طول ما الموارد الدولاريه بتزيد بكميات، طول ما في سياحه بتتحسن، طول ما ان شاء الله التصدير وجميع المؤشرات الاقتصاديه بتتحسن، اكيد هتبقى لها اثار ايجابيه على الجنيه المصري. عشان كده وقت ما كانت الاشاعات في نهايه 2018 بتقول ان الدولار سيرتفع وهيكسر حاجز ال 18 وهيروح لل 19 و20، كل الكلام ده ثبت عدم صحته. صح. وثبت ان الدولار انخفض. اللي استثمر فلوسه بالجنيه المصري كسب مرتين، كسب في فرق سعر الدولار نتيجه انه نزل، وكسب في فرق الفايده. فأكيد اللي بيحدث دلوقتي إشادة من جميع المؤسسات العالمية بالتطور اللي بيحدث في مصر. احنا ما بنقولش المشاكل خلصت، لا، هناك تحديات وهناك مازال هناك كثير من التحديات، انما احنا ماشيين في الطريق الصحيح وكل المؤشرات بتقول هذا الكلام. وزي ما سيادتك اشرت، الدولار كان في نهاية 2018 كان وصل ل 17.90-18، النهارده احنا بنتكلم في 17.15-17.20، فده يعتبر انجاز وده نجاح لسياسه البنك المركزي. والتضخم حتى ابتدى ينخفض، وابتدت اسعار الفايده على الجنيه المصري عشان المستثمرين ابتدت تنخفض لان التضخم ابتدى ينخفض. انا متفق مع حضرتك 100%. بشكرك شكرا جزيلا، ومش عايز اعطل حضرتك، تسافر بالف سلامه وترجع بالف سلامه. الاستاذ محمد الاتريبي، رئيس مجلس اداره بنك مصر. طيب، هنكتفي بهذا القدر من الاخبار، وانا اعتقد ان احنا الساعة دلوقتي 8:59 ده وفقا لساعتي انا، الساعة 9 الدقيقة، وادي العد التنازلي، نقترب لغلق الصناديق. 4 3 2 1، اغلقت الصناديق، انتهى الاستفتاء وانتهى العرس. مبروك 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 لمصر.